راحتي يا رب حقا أن لي فيك مكان، واثق لا أنسى منك مهما ضاق بالزمان. يا مسيحي يا حياتي يا شفيعي كل آن، كلما صارت قوايا منك عوني والأمان. يا مسيحي يا حياتي يا شفيعي كل آن، كلما منك عوني والأمان. ثابت قلبي يا ربي، ثابت يا صخرتي، رافع عيني إليك منك تأتي قوتي. يا مسيحي يا حياتي يا شفيعي كل آن، كلما صارت قوايا منك عوني والأمان. يا مسيحي يا حياتي يا شفيعي كل آن، يا رب الحبيب. يا رجائي أنت تشفي حينما القلب يخيب. يا مسيحي يا حياتي يا شفيعي كل آن، كلما صارت قوايا عوني والأمان. يا مسيحي يا حياتي يا شفيعي كل آن، كلما صارت قوايا كن كعوني والأمان.
منك ونصلي إليك في كل وقت، ليس في خوف أو خجل، لكن هو امتياز لنا بعد أن صرنا أحباء لقلبك، مشترى دمك الذي سفك من أجلنا. نشكرك من أجل وجودنا في محضرك في هذا المساء. هذا امتياز لا يمكن لأهل العالم أن ينالوه، لكنه قد أصبح لنا ثقة، الدخول إلى الأقداس بدم يسوع. نشكرك لأننا أيضا عروسك المحبوبة التي عن قريب سوف تأتي حسب وعدك لكي تأخذها. نشكرك لأنك أيضا صاحب السلطان وأنت الجالس على العرش الذي تأمر وتنهي، لا يستطيع أحد أن يعاند، لأنك أنت الألف والياء، البداية والنهاية. نشكرك نستطيع أن نتكل عليك ونعتمد عليك أيضا في هذه البرية، في مسيرنا في الطريق. لذا نصلي إليك أن تبارك جلستنا في هذا المساء، تبارك عبدك من تستخدمه أيضا فيما بيننا، وتبارك كلمتك لنفوسنا حتى تكون فعلا الخبز والغذاء لأرواحنا في هذه البرية الناشفة. لإسمك نهدي كل الكرامة والحمد. آمين. يسوع نشكرك من أجل حبيبك فينا، ترنمنا كنت في سجن الخطايا عبد إبليس الأخير. نشكرك لأنك أنت حررتنا وعلى عول الصليب أعطتنا أن نكون أبناء أحبة إلى قلبك. نشكرك لأنه أيضا في الطريق أنت يا رب بتشددنا وتعطينا قوة في جميع الظروف الحياة المتغيرة، لكن نشكرك من أجل الوعود الأمينة ومعية الصادقة التي تسير معنا من أول الطريق إلى آخرها. عينك علينا وليس مثل الله يشرون، يركب السماء في معونتك والغمام في عظمتي. نشكرك من أجل رب اجتماعنا من حولك، كل يا رب فرصة فيها بتجمعنا بتشبع قلوبنا وترينا يا رب وجهك، وبقد ايه بتفرح وبتتعز نفوسنا عندما نوجد في محضرك. بارك اجتماعنا واذكر يا رب كل ما تقول لك ما يلمس احتياجات متعددة في وسطينا. آمين.
يا رب بنشكرك من كل القلب من أجل محبتك، من أجل رعايتك، من أجل حكمتك. أشكرك من كل القلب يا رب، لأنه فعلا قلبي اشتهى أن يبقى طول الحياة بقربك يا رب. قد يا رب بندوق المرار بعيد عنك، لكن نشكرك لأنك دايما منتظر. وزي ما كنا بنرنم يا رب، كلما خارت قوايا يا رب، أن تخور قوانا دي حاجة متكررة وما فيش شك في كده، لكن نشكرك لأنه دايما لينا الملجأ، ودايما أنت منتظر، ودايما يا رب عندك الحل والشفاء والعون. يا رب بنشكرك من كل القلب من أجل شخصك الرائع الحلو. ترنمنا عن حكمتك يا رب، وترنمنا عن سلطانك، ترنمنا عن الرعاية والخير والرحمة اللي بيتبعاننا يا رب. كلام بنقوله ببساطة يمكن، لكن قد يا رب الموضوع ده فعلا احنا مش مقدرينه يا رب. احنا عايشين في سترك، وعايشين في حماك، وعايشين في ظلك. مفيش حد يا رب يقدر يقرب مننا، مفيش حاجة تقدر تحصل لنا غير لو بسمح منك، ولو كان دي مشيئتك والخيرنا. يا رب بنشكرك من كل القلب، اللي مت لأجلنا ودفعت فينا أغلى تمن. يا رب انت ماشي بكل عناية يا رب في طريق رحلتنا، ماسك بإيدينا، بتشكل فينا وبتغير فينا وبتكبر فينا، حتى وإن كان بتوجع ساعات، لكن انت رب الأب الصالح اللي ما بتديش غير كل ما هو لخيرنا، حتى وإن كان يبدو مؤلم. بنشكرك من كل القلب. جايين نسجد عند قدميك يا رب، ونقول لك احنا بنحبك، عايزين نعيش لك يا رب الوقت اللي فاضل، الأيام يا رب اللي فاضلة قليلة، والعالم يا رب مش جايب لقدام، لكن خلي عينينا عليك وعلى اليوم القريب اللي هتيجي فيه وهنشوفك. نعيش بكل أمانة رب وتقوى ووقار، نخافك رب في علاقاتنا، في سلوكياتنا، في حياتنا الشخصية، حتى تكون يا رب أنت راضي وبتشتم رائحة سرور من كل ما تمتد إليه أيدينا. يا رب بنشكرك من أجل فرصتنا، ومن أجل الترانيم اللي حطيتها على أفواهنا، ومن أجل الكلمة اللي مزمعين نفتحها ونتعلم منها. كلمنا وشجعنا وغيرنا يا رب، عشان نشبه صورتك أكتر ونمجد اسمك يا رب في كل حياتنا، إلى أن تجي ليك كل المجد. آمين. مساء الخير. اتز كلام العربي والانجليزي، انا نسيت فرنساوي. لو في فرنساوي مش كتير يعني يقدروا يتابعوا معانا. زي ما وصلنا في الايميل، نتكلم النهارده على واحده من انا هو اللي جم في انجيل يوحنا. زي ما احنا عارفين هم سبعه، النهارده هنتكلم على أنا هو خبز الحياة، أو خبز الخبز الحي اللي جت في يوحنا 6. وكفكرة عامة عن الموضوع، أعتقد كلنا من ناحية معينة نقدر نفهم فكرة الخبز بالارتباط بأن الواحد لما يبقى جعان، الجوع الجسدي مرتبط بالطعام. فالرب عايز يقول، هو بيكلمنا عن نفسه، هو بيعلننا عن نفسه
أنا الشخص، أنا العطية من السماء اللي جات عشان تشبع، عشان تفرح، عشان تنعش. وأعتقد كلنا يعني بطريقة أو أخرى عدينا في مرحلة اللي فيها الواحد كان شعر إن هو جعان، أتكلم على الجوع الجسدي، وبيبقى الحالة دي فيها نوع من الواحد مش يعني مش مرتاح، مش مبسوط، أقل حاجة ممكن تنرفزه، خاصة الرجالة لما يوصل راجعين من الشغل وجعانين. والموضوع ده دايما أهم حاجة يعني، لازم بسرعة يعني الحاجة تتحط بسرعة. نعم، قول كمان. يعني الموضوع ده مهم جدا للرجالة بالذات. ففكرة الخبز أو الشبع ده شيء مهم جدا ومرتبط، الإنسان بدونه بيبقى شاعر بمشكلة كبيرة، شاعر إن الدنيا يعني إنجاز التعبير سودة، أو الدنيا يعني صعبة. فالرب عايز يكلمنا عن فكرة الغذاء أو الطعام أو الخبز بالارتباط بالناحية الروحية. والإنسان بعيد عن الله بيشبه بالجوع، بالجعان، أو الشاعر في مجاعة، أو مفيش أكل. والحالة دي حالة صعبة، الإنسان فيها بيبقى في شيء يعني يأس، شيء صعب. يعني أعتقد ما عدناش مرحلة الواحد مثلا يبقى جعان يوم اتنين تلاتة، لكن الشخص بعيد عن الله عايش في جوع، شاعر باستمرار في فراغ رهيب في حياته، ومش مبسوط، مش شبعان روحيا في حياته. فنشوف مثلا في مثال ابن الضال. الابن الضال لما بعد عن مكان البركة والشركة والعلاقة مع الله الممثلة في الآب، كانت حياته شكلها ايه؟ شكلها جوع، شكلها في يأس، في بؤس، لدرجة انه وصل لي الوقت ان هو يشتهي ان يملأ بطنه بالخرنوب اللي هو اكل الخنازير. وده الحالة بتاعت الانسان بعيد عن الله، يجري ورا اي شيء مهما كان تافه او حقير، عشان رغبة منه او املا منه ان هو يشبع الحياة الروحية او الانسان الروحي اللي جواه. في مراسي ارمية يشبه لنا هذا الوضع بآيات يعني فيها صعوبة شوية، ممكن نبص عليها. مراسي ارمية صح 4 عدد 8 كلمنا كده عن حالة الناس اللي الجوع، احنا بنتكلم على الجوع الجسدي. صارت صورتهم أشد ظلاما من السواد، لم يعرفوا في الشوارع، يعني منظرهم بيه مختلف. لصق جلدهم بعظمهم، يعني جلد على العظم، صارت يابسا كالخشب، يعني الجسم بيه حاجة صعبة جدا. احنا بنتكلم هنا على جوع زمني أو جوع جسدي، لكن واحنا بنتكلم على الجوع الجسدي او الخبز الجسدي لازم باستمرار نربطه ان احنا بنتكلم على برضه تطبيق روحي زي ما هنشوف بعد شويه. كانت قتل السيف خيرا من قتل الجوع، يعني الواحد بيموت بالجوع ده حاجه صعبه جدا، اصعب من الواحد لو مات بالسيف، لان هؤلاء يذبون مطعونين لعدم اثمار الحقل. لكن لما الواحد يبقى جعان بيعمل ايه؟ ايادي النساء الحنائن طبخت اولادهن، صاروا طعاما لهن في سحق بنت شعبي. حالة الإنسان البعيد عن الله اللي بيشبه بالجعان، منظره وشكله ومستواه الروحي والأدبي يوصله إن هو مستعد في جوعه، عشان رغبة منه إن هو يملى بطنه، مستعد ياكل أقرب الناس ليه. طيب الناحية الروحية، الشخص اللي جعان روحيا نعمل إيه؟ يقعد يتسلى ويحاول يوصل لحاجة تشبعه عن طريق ان هو يتسلى على الناس او ياكل الناس التانية اللي حواليه. واحد جعان يلتمس التمييز او الشهرة، او ان واحد يبقى فيه كرامة، او الناس تقدره، رغبة منه اشباع نفسه الجعانة. لكن ده حالة الإنسان البعيد عن الله. لكن فكر الله لينا إيه؟ فكر الله لينا إن هو عايز الإنسان البعيد عن الله ده يدخل معاه في شركة
ويبقى في علاقه بينه وبين الله، زي ما مثلا ما في بوشس جابه عشان يبقى يجلس لياكل طعام على مائده داود باستمرار. ده قلب الله، عايزنا نبقى في قرب معاه، نشبع بيه، نتامل فيه، نتملي منه. لويين عدد صح 24 يدينا فكره على مقاصد الله لينا، عايزنا نبقى ازاي. لويين 24 من عدد 5 لعدد 9 بيتكلمنا هنا على خيمه الاجتماع. عايز الناس تبقى في شركه معاه، تخش خيمه الاجتماع، يبقى في علاقه مع الله القدوس دوا، وتاخذ دقيقا وتخبزه 12 قرصا، 20 يكون القرص الواحد، وتجعلها صفين، كل صف 6 على مائده الطاهره امام الرب، وتجعل على كل صف لبانا، وهكذا. فيكون لهارون وبنيه فياكلونه في مكان مقدس، لانه قدس اقداس له من وقائد الرب فريضه دهريه. يعني الانسان بعيد عن الله دوا، المرمي اللي عامل زي الابرص الجعان اللي مش لاقي ياكل، غرض الله ان هو يجيبه ويحطه في شركه وعلاقه في الاقداس، في مكان طاهر. يبقى قدامه خبز مائده، خبز الوجوه اللي موجوده باستمرار، الخبز ده موجود باستمرار 7 ايام في الاسبوع عشان الكهنه يشبعوا ويتغذوا عليه. ده الفكره المقدمه البسيطه اللي حسيت ان الرب عايز يوصلها لنا، ان الانسان بعد الله في حاله بؤس، والانسان القريب من الله في حاله شبع وبركه وجود. ده الفكره العامه اللي عايز اوصلها. لكن في يوحنا 6 صح كبير، عبارة عن كم عدد؟ 71 عدد. لو اتكلمنا في كل عدد لمدة دقيقة أو اتنين يبقى قدامنا كم ساعة؟ لا طبعا مش هتكلم فيهم كلهم، ولا حتى 10 عدد. هي الفكرة كلها حسيت كده ممكن في الأصح ده ونلخصه في ثنائيات عشان تبقى الفكرة بسيطة لينا. فهنتكلم على بعض الثنائيات حسب الوقت الرب يدينا. عايزين نتكلم على ان في شقين للمعجزه، او شقين للفكره. الرب عمل المعجزه دي لما اشبع 5000 بالخمس خبزات والسمكتين، يقولوا عنها اشهر معجزه موجوده في الاربع اناجيل، المعجزه الوحيده الموجوده في الاربع اناجيل. لكن في انجيل يوحنا الوحيد اللي بعد ما يقولوا المعجزه يدينا التعليم اللي بعد المعجزه، وده ميزه انجيل يوحنا، لان انجيل يوحنا بيكلمنا على الرب يسوع ابن الله اللي من السماء. فدايما الافكار بيدينا الفكره الانسانيه الارضيه، لكن بعديها يتبعها على طول فكره روحيه. ففي انجيل يوحنا هو الوحيد اللي بعد ما ادينا المعجزه ان الرب بيشبع الجموع، اللي بيدي الخير الناس المحتاجين زمنيا او جسديا، لا، الفكره اللي عايز يركز عليها ان في حاجه اهم من كده. الحاجه الاهم دي هي فكره ان هو في طعام روحي. الانسان فقير ومعدم ماديا، لكنه ايضا معدم روحيا. فالرب ادانا معجزه بتاعت اشباع الخمس آلاف عشان يدينا فكره ان الموضوع اهم من كده، في عمق ابعد من كده، مش بس الزمني والجسدي، لكن في عمق روحي. تشبيهين مثلا بساط، النعامه والنسر. في انجيل في سفر ايوب لنا النعامه بتدفن وتحط البيت بتاعها في الارض او في الطين او في التراب. ليه؟ لان فكرها كله في ارضيات، كل مشغلتها بالامور الارضيه الزمنيه. النسر لا، يحط البيت بتاعه في العش بتاعه في الشجره فوق عالي جدا، مشغول بالسماويات. هنا الرب بيركز على ان الناس محتاجه الاثنين، لكن الاهم من الجسديات هي الفكره الروحيه. ففي عدد 27 من الانجيل بعد ما عملوا معجزه يقولهم كده، اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياه الابديه الذي يعطيكم ابن الانسان، لان هذا الله الاب قد ختمه. ففي شقين للفكره، شق جسدي وشق روحي. الرب عمل الجسدي والداء الروحي.
في الطعام الجسدي كان بيظهر النعمة، لكن في التعليم كان بيظهر الحق. والإنسان اللي بعيد عن الله يحب قوي الموضوع الأولاني. يعني مثلا نكلم الناس مثلا، ربنا تعالوا ربنا، ربنا يغنيكم، ربنا يديكم، يفرحكم، وهكذا، كلها حاجات يدي يدي يدي، الناس تبقى مبسوطة كده. لكن تيجي تكلمهم على احتياجهم لله، اللي هم محتاجين ان هم يرجعوا من خطاياهم ويقبلوا ما يعلنه الله عن نفسه في الكتاب، الحاجات الصعبة دي، الحاجات اللي هي تخلي الواحد يعني feel uncomfortable، يعني ايه بلاش منها، خلينا في الحاجات كده يعني تبسط وتشجع وتفرح، وسيبكم من الحاجات التانية دي. وده خطورة، احنا بنتكلم على امور الله، لازم نتكلم على امور الله كما يعلنها الله. في شق المعجزة وفي شق التعليم. لكن ممكن نتكلم على ثنائية تانية، ممكن نشوف في دافعين موجودين في هذا الاصحاح. ممكن نبص على عدد 14. فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. لكن عدد 26. أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم الآيات أو آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. وده برضو ميزة في إنجيل يوحنا، الرب يسوع اللي بيكشف الدواخل. يعني في الانجيل الثانيه يكلمنا مثلا على ان ازاي مريم دهنت الرب قدمي الرب يسوع بالطيب، وان مثلا في تذمر وان في اعتراض حصل. لكن في انجيل يوحنا هو الانجيل الوحيد اللي يدينا الدافع اللي جوه القلب اللي خلاه يعمل كده. يقول كده على يهوذا: لا لانه كان يبالي بالفقراء، بل لان كان الصندوق معه وكان يحمل ما يلقى. فهنا الرب بيكشف لنا الدوافع بتاعت الناس اللي جوه القلب. الناس عايزه ايه؟ طب اديهم اكل وشرب وطول الوقت زي الفل، اديهم تعليم اللي بيعرفهم احتياجهم لله ومين هو الرب يسوع، يبداوا ان هم يعني ما يعجبهمش الكلام ده. مرة الرب شاف اتنين تلاميذ بيجيين له، قال لهم: ماذا تطلبان؟ سؤال فاحص. انا جاي الاجتماع عايز ايه؟ ممكن لو بجاي مثلا اشوف الاخوة، ممكن اكون جاي عشان متضايق عايز اخرج شوية، ممكن جاي عشان، ممكن كل واحد فينا يحط بقى اسباب كتير جدا. بدون الدخول ايه الصح والغلط، الرب بيسأل ماذا تطلبان. ورب حط لهم كده ايه يعني شوية كده ايه، فيها امتحان، انتوا عايزين ايه؟ ممكن يقولوا مثلا عايزين ناكل، عايزين نشرب، عايزين وهكذا. لكن الحاجة الحلوة اللي قالوها التلاميذ، قالوا: يا معلم اين تمكس؟ احنا مش عايزين حاجة، احنا عايزينك انت. يا ترى هي دي الحالة الروحية اللي احنا باستمرار فيها، ان احنا عايزين الرب نفسه، شاعرين باحتياجنا للرب نفسه، زي ما يكون، زي ما يودينا، زي ما يعمل معانا. انا عايزك انت، مش عايز حاجة منك. لكن برضو زي ما اتكلمنا على ان في شقين وفي دفعين، ممكن نقول كمان ان في شيئين الرب بيقدمه لينا عشان نشبع وعشان نكون في شركة معه. فشيئين دول نلاقيهم في عدد 54 من الأصحاح بتاعنا، الأصحاح 6 من يوحنا. بيقول لنا كده: من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. هنا الرب بيدينا وصف للحاجة اللي بيدهلنا عشان يغزينا أو يفرحنا أو يشجعنا أو يشبعنا. إيه هي الحاجتين دول؟ الجسد والدم. بشارة مثلا رمزية للخبز والخمر. فالجسد بيكلمنا على حياة الرب، والدم يكلمنا على موت الرب. فالرب عايز يقول لنا الحاجة اللي تشبعكم واللي أنا بقدمها ليكم، بقدم لكم حياتي
عشان تشبعوا بيها. وأقدم لكم شخصي وأنا مقدم نفسي للموت عشان تفرحوا وتتشجعوا وتتعزوا بيه. فالشخص اللي عايز يتغذى وعايز يشبع عندوش غير الحاجتين دول، شخص الرب في حياته وشخص الرب في موته. شخص الرب في حياته بيكلمنا على قدي كان محب، قدي كان عنده أشواق وعنده عواطف ناحية الناس. يعني لو رجعنا للفكرة بتاعت الإنسان بعيد عن الله ده، هو شاعر بجوع، شاعر بفراغ. ليه الإنسان بعيد عن الله مش لاقي نفسه، مش لاقي قيمته، مش لاقي الحب اللي فيه بيتشجع وبيفرح ويقدر يكمل الحياة؟ يعني مرة واحد قال كده، واحد ممكن يعيش بدون الخبز 40 يوم، وممكن يعيش من غير الماء 40 ساعة، وبعد من غير الهواء 40 ثانية أو 40 دقيقة، حاجة زي كده. لكن ما يقدرش يعيش بدون الحب أكتر من 4 ثواني. الإنسان بدون ما يشعر بمحبة الله ليه ما يقدرش يعيش. طب المحبة المستمرة دي اللي أنا محتاجها دي ألاقيها فين؟ لو أنا اعتمدت على الآخرين اللي حواليا هيدوني مرة، مرات كتيرة قوي مش هلاقيهم. طب أنا بقى أعمل إيه؟ ما لقيش غير الرب ومحبته، الشخص اللي كان يقول يصنع خيرا، الشخص الملام بالمحبة ناحية النفوس، الشخص اللي كان دايما شعاره أن يفعل مشيئة الذي أرسله. يعني حاجة من ضمن الحاجات مثلا نلاقي في الإصحاح دوة 7 مرات أو 6 مرات يتكلم على من أرسلني أو الذي أرسلني. يعني مشغلية الرب طول حياته هو هنا على الأرض، مش إن هو يقول لهم الناس أنا هنا أنا هو، لا، إن أنا في شخص أرسلني. أنا مش مشغلتي إن أنا أعلق الناس بي أو مين هو أنا. كذا مرة هنا الذي أرسلني، أديه إنكار النفس، أديه عنده استعداد إن هو يضحي بكل شيء. عندما نتأمل في هذا الشخص محبته الغير عادية، ده يشجعنا. لكن كمان موته، في طول حياته كل حاجة نقف قدامها نشبع. يعني في قربان الدقيق يقول لك كده تفته فتاتا، يعني حتة حتة، وفي المحرقة تقطعها إلى قطعها، يعني كل حتة كده تمسكها وتتأمل فيها. وفي موته وتكريسه وهو بيموت، بيموت ليه؟ بيفكر في إيه؟ إيه رد فعله وهو بيهان؟ إيه رد فعله وهو بيتألم؟ وإيه رد فعله وهو بيبصق عليه؟ يعني آية من الآيات في العهد القديم يقول كده، وجهي لم أستر عن العار والبصق. طب إيه معناه؟ يعني واحد شايف إن هو جاي هيبصق في وجهه، ما كانش إن هو يحرك إيده أو يحرك وشه بعيد، يعني كان في منتهى الخضوع والتسليم لله إن هو مش هيعمل كده، مش هيحرك وشه الاتجاه التاني أو يحرك إيده لأن هو يحجب البصق دوه، غير لما ياخد التعليمات من الله. عنده استعداد إن هو يتحمل ويجتاز ما يجتاز فيه طالما هذا هو مشيئة الله في حياته. عندما نتأمل في كل هذه الصفات المختلفة في حياته، قد إيه الشخص اللي حبني اللي أنا غالي على قلبه. العبد العبراني يقول كده، أحب سيدي محبته لله، أحب امرأتي محبته للكنيسة، أحب أولادي محبته لكل المؤمنين أفرادا. لما الواحد يتأمل فيها دي ويحسبها لنفسه بصورة شخصية، فرق كبير جدا. لكن شفنا شقين، شفنا دافعين، شفنا شيئين بقدموا لنا. ممكن كمان نشوف في وصفين للخبز. خبز الله هو النازل من السماء، 7 مرات جت النازل من السماء الواهب الحياة للعالم. لكن كمان ممكن نشوف ان هو قال الخبز الحي وخبز الحياة. خبز الحي هو في ذاته حي، الخبز في ذاته ليس فيه حياة، لكن شخص الرب يسوع كالخبز هو خبز الحي لان هو في ذاته حي.
وكمان خبز الحياة الذي يعطي الحياة، مصدر الحياة. الواحد لما يتغذى عليه، يعني الواحد يتغذى على جسد أو الخبز ويتغذى على الدم، يعني إن الواحد يؤمن بأن الرب جه وهذه كانت حياته، ويؤمن إن هو مات. هذا الإيمان وهذه الشيء اللي يقيني في حياتي هو مصدر، مصدر للحياة ومصدر للبركة. يبقى كمان وصفين نتكلم كمان بسرعة. عدد 35 بيكلمنا على فعلين. احنا هنا في الأصح ده بيكلمنا أنا هو، يعني بيعلننا عن نفسه، لكن بجوار الإعلان لازم يكون في رد فعل. يعني مثلا نقول يا جماعة في كوباية هنا للي عايز يشرب، كوباية إزاز فيها مية كم ملي، حد يقدر يقول 300 ملي مثلا، درجة حرارتها كذا، وكل التفاصيلات يعني مناسبة جدا للواحد العطشان، وحطها هنا. هنا ده اللي ربي بيقوله أنا هو، في كل الصفات الحلوة دي اللي هكلمنا. طيب أنا دوري إيه؟ في عدد 35 فقال لهم يسوع أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. ففي فعلين عاملهم، أؤمن وأقبل، أو أقبل وأؤمن، مرتبطين ببعض. يعني مثلا أنا لما أقول إن في كذا، واحد يقوم ياخد الكوبايه دي ويشرب، يبقى عمل ايه؟ امن او صدق باللي انا قلته. وبما ان هو امن وصدق، قام عشان يحصل ويحصل هذه البركه ليه هو. فانا لما اؤمن وصدق ان الله الرب يسوع هو خبز الله النازل من السماء الواهب حياه العالم، اصدق عظمته وامكانياته وروعته وكل الخير اللي متجهز فيه، دوري بقى ان انا اعمل ايه؟ اروح له واتناول منه الامور المجيده، زي ما كان مثلا المن في الزمان كان يروح وكل واحد يطلع عشان يلتقط المن لنفسه. ففي فعلين، يقبل ويؤمن. الفكرة قبل الأخيرة في عدد 53 و54 فقال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. لكن عدد 54 كده من يأكل جسدي ويشرب دمي. فهنا في الفعلين اللي لو حاب فينا حد يرجع للمصدر الفعل، الفعل الأولاني اللي جد 53 الحق الحق إن لم تأكلوا، الأكل هنا مرة واحدة كاملة. الإنسان لما يؤمن بالرب يسوع إن جه في الجسد ومات على الصليب، هذا الإيمان يعطيه حياة، هذا الفعل يتم مرة واحدة. لكن عدد 54 يقول كده من يأكل جسدي ويشرب دمي، هنا الفعل مستمر مضارع. فهنا بيقول لنا فكرتين، مرة تأمنوا بيا إن أنا جيت وموت، لكن في فكرة تانية ان العملية دي كمان بتتم بالصورة مستمرة بعد كده. في شبع، الواحد بيأكل بيأمن بالرب لكن يأكل باستمرار. احنا بيأكل مرة واحدة وخلاص وبعد كده بنعيش بقية العمر بالأكلة دي، ولا الأكل ده مستمر بنعيش عليه؟ نفس الفكرة هنا، الأكل ده هو فعل مستمر. الحاجة الأخيرة اللي أختم بيها، وممكن يكون فينا لي دقائق بعد كده أي تأملات أو تعليقات أو تصليح، في نتيجتين زي ما قلنا. المعجزة جي بعديها يعني ناس كتيرة تبع الرب، لكن بعد التعليم والرب اللي قاله دوه حصل ردود فعل مختلفة. نجد ان في تذمر حصل في عدد 41، في خصام حصل عدد 52، عدد 66 كثيرون رجعوا إلى الوراء وتركوه، قالوا احنا مش عايزين بقى موضوع التعليم ده والرب يدينا جسده ودمه. الإنسان الطبيعي لا يفهم ما
للروح الله. يعني اتكلموا على امور روحيه ساميه، الرب قال لهم كده حاجات روحيه، ما فهموش الكلام ده، سابوه مشيوا. لكن الانسان الروحي اللي عنده روح الله، اللي يستطيع ان يميز افكار الله، وده نشوفه في بطرس، الرب قال لهم كده اتريدون انتم ان تمضوا برضو خلاص يعني ولا ايه؟ بطرس قال له كده الى من نذهب يا رب؟ وكلام الحياه الابديه هو عندك. وهنا نشوف العمل الالهي في القلب، الروح القدس اللي بيعلن شخص الرب لينا، واللي بيعلن ان احنا حاجتنا ليه هو، واللي بيعلن ان ملناش اي رجاء غير فيه هو. ده عمل الله في قلوبنا بالروح القدس اللي علمنا ان هو ده الشخص رجائنا فيه وحاجتنا ليه وبركتنا عنده وملناش اي حاجه ثانيه غير بيه هو. فالاصح دوه او الرب بصفه عامه وكلمته بتعمل ايه؟ بتقسم مجموعه هنا مجموعه هنا، زي ما بيقول بس في عبرانيين 4 ان كلمه الله مميزه افكار القلب ونياته. بتميز انا غرضي ايه، انا هدفي ايه في الحياه، انا دوافعي ايه، انا اشواقي اديه للرب. لما الرب بيعلن نفسه ليا انا رد فعلي ايه؟ ففي الختام يعني في عندنا وقت الوقت، لو في اي افكار تانية اي تصليح ممكن نتكلم شويه ايه عمليه الاكل دي المرتبطه بالغذاء الروحي، ممكن نتكلم على من مشابهاته. لكن ألخص ان في شقين، المعجزه والتعليم، في دفعين المعجزه ولا الرب، في شيئين الجسد والدم، في وصفين خبز الله الحي وخبز الحياه، في عملين اقبل واؤمن، في زمنين مره واحده للاكل وبعد كده مرات او يعني مستمره في الاكل، واخيرا في زمنين في نتيجتين، نتيجه القبول والتصديق على اقوال الله والتعلق به ان هو ما لناش اي رجاء واي شبع غير فيه هو، او الانسان الطبيعي اللي يرفض هذه الامور ويفضل ان هو يعني يتمسك بالامور الماديه الانسانيه. الرب يباركنا عشان نتشجع ان ما لناش غير هو يشبعنا، والرب يباركنا بافكار اخرى لكل مرت. الأفكار اللي عنا وائل طبعا كلها حلوة جدا، بس هو قال برضو عن المن. عارفين طبعا ان المن ده كان نقرأ عنه في سفر الخروج أصحاح 16، والشعب لما جاعوا وبتاع فالرب أنزل عليهم المن، وكان زي قشور بيضاء كده بتنزل كل يوم الصبح بدري مع الندى
المكان ينزل. وطبعا ده في إشارة حلوة هنا للرب يسوع المسيح زي ما سمعنا. وطبعا كونه نزل من السماء إشارة إلى الرب يسوع إن هو الإنسان السماوي في تواضعه نزل من السماء إلى أرضنا، لكن كان كل يوم بيوم لازم كان الشعب كل يوم يطلع علشان يجمع المن. وده يفكرنا بكلمة الله إنها بتغذي، ولازم نتغذى عليها يوميا وباستمرار. كمان بيعطي كان حياة، حياة صحيح جسدية، لكن الرب يسوع كالمن النازل من السماء هو يؤمن من يؤمن به فله حياة أبدية، مذكورة في عدد 47 وكذلك في عدد 54، من يأكل جسدي ويشرب له حياة أبدية. يبقى الأكل هنا إشارة إلى الإيمان، يؤمن به. وبعدين كلمة تانية على إنه واهب حياة، وإن عدد 48 أنا هو خبز الحياة، برضو إشارة إلى الكلمة، لأن كلمة الله مكتوب عنها أنها كلمة حية وفعالة. وفي بطرس، رسالة بطرس، مولودين ثانية بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. يشير إلى أن احنا نتغذى عليه وعلى كلماته يوميا. آية تاني بيقول وجد كلامك فأكلته، في سفر إرميا أفتقد. في إنجيل يوحنا ممكن نقرأ 7 معجزات، وكل معجزة كانت بتلمس احتياج معين. يعني المعجزات هدفها ما كانش في أي معجزة يعني دوبليكيت من المعجزة التانية، فالسبع معجزات كانت بتسدد احتياجات مختلفة. بتبدأ من يوحنا 2 بتكلم عن قانا الجليل، وبتنتهي يعني 7 معجزة في يوحنا 11 اللي هي إقامة العازر، أن هو قيامة والحق والحياة. فكل معجزة كانت بترتبط بإعلان عن المسيح اللي بيسدد هذا الاحتياج. يعني مثلا في أصحاح 6 اللي قريناه النهاردة أعرض لنا المشكلة الأول، المشكلة والمعجزة اتعملت وسددت احتياجات 5000 شخص اللي كانوا موجودين. وبعد كده أعلن الإعلان اللي هو الرب بيعلن عن نفسه، أنا هو خبز الحياة. مثلا في يوحنا 8 الأعمى، واحد مش شايف، وبعد كده يعلن أنا هو نور العالم. فالحقيقة يعني بيعلن لينا المسيح عن شخصه لاحتياج في حياة. أحيانا الرب لو هو أعطانا الحقيقة ديت بس إنه أنا هو نور العالم، طب وبعدين هتلمسني إزاي؟ لكن كلنا بنشعر إنه في أصحاح 6 اللي تأمل فيها وائل النهاردة، إنه أحيانا كتيرة إحنا حتى كمؤمنين بنكون في جوع، وتسديد الجوع دوت مفيش شخص يقدر ان هو يسدد هذا الاحتياج.
إلا خبز الحياة، شخص المسيح هو اللي بيقدر إنه بيلمس ويسدد احتياجاتنا. ونقدر إنه برضه في إنجيل يوحنا في 7 مرات بيتكلم أنا هو، دي مرة منهم بس مش هنتكلم عنهم، بس قصدي إنه الطريقة اللي بتقدم فيها الحقيقة طريقة جميلة. الأول بيقدم لنا في سبع الاحتياج. مرات بيتكلم أنا هو، دي مرة منهم بس مش هنتكلم عنهم، بس قصدي إنه الطريقة اللي بتقدم فيها الحقيقة طريقة جميلة. الأول بيقدم لنا الاحتياج وبعد كده بيقدم لنا الحل. في عدد فيها بيقول حنان ورحيم وطويل الروح وبالنعمة مليان وعضد الساقطين شافي منكسر القلوب مقوم المنحنين. هللويا لاسم يسوع. يا خالق الأكوان والناس بنسمع فيها حياة، كل الخليقة والأجناس هتسبح اسم الله. هللويا 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 لاسم يسوع. هللويا 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 لاسم يسوع. هللويا 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 لاسم يسوع. المن النازل من السماء ومشبع الجياع، ايدك تشبعنا بالرضا وتخفف أوجاع. هللويا 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 لاسم يسوع. هللويا 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 لاسم يسوع. هللويا 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 لاسم يسوع. أبرع جمال من كل الناس وبالنعمة مليان، واللي ينظر لك يستنير ومش بيكون خجلان. هللويا 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 لاسم يسوع. هللويا 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 لاسم يسوع. هللويا 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 لاسم يسوع. حنان ورحيم وطويل الروح وعاضد الساقطين شاف
المسيح مكسر القلوب ومقوم المنحنين. هللويا 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 لاسم يسوع. هللويا 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 لاسم يسوع. هللويا 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 لاسم يسوع. معنا ولا لا؟ مش موجودة؟ شبعي فيك شبعي فيك. ممكن كتاب يا لما اشبع. هي موجودة المفروض موجودة في الفوق. عدد 1 و2 والقرار. شبعي فيك برتوي منك انت الهي وعيني عليك منتظره راحتي في شخصك وروحي بين ايديك. قلبي وروحي بين ايديك لما اشبع منك راح ادوس على عسل العالم من شهوة وده شيء ملموس. لكن وعدك هغلب فيك لكن وعدك هغلب فيك. فيك برتوي منك انت الهي وعيني عليك منتظرك راحتي في شخصك روحي بين ايديك. قلبي وروحي بين ايديك ارويني بحبك يا فتاة املاني بروحك يا مليك. اخفيني وانت ظهر فيا علشان ما برتوي منك انت الهي وعيني عليك راحتي في شخصك وروحي بين ايديك. قلبي وروحي بين ايديك.
ونعظم اسمك لأنك أتيت من السماء لا فقط لتأتي وتعطينا الخبز البائد، ولكن أتيت لتعطينا شخصك، وذهبت إلى الصليب وأعطيتنا في غفرانا وحياة أبدية. نشكرك يا سيد الرب لأنك ضربت وتدفقت المياه، وقلت بفمك الكريم تعالوا واشربوا من هذه المياه وتجري من بطنكم أنهار ماء حي. نشكرك يا سيد الرب لأن أعطيتنا هذه المياه، وأعطيتنا أن نأكل ونأكل من الطيب وتتلذذ نفوسنا بك بشخصك يا سيد الرب، وشبع أبدي ودائم يا سيد الرب، لأن العالم لا يعطي إلا آبار لا تضبط ماء، شقق لا تضبط ماء، ولكن وحتى خرنوب هذا العالم ونقطة الماء هي ارتواء وشبع مرات نطلبها يا سيد الرب. ولكن نشكرك يا سيد الرب، أنت هو الخبز النازل من السماء، من يؤمن بك لا يجوع، ومن يقبل إليك ويؤمن بك لا يعطش إلى الأبد. نشكرك يا سيد مرة ثانية على هذا الحياة الأبدية أعطيتنا إياها يا سيد الرب، وفضل نعمتك يا سيد الرب اخترتنا من هذا العالم لكي نكون رعية إليك يا سيد الرب، ونخبر بكم عملت بنا في هذه العالم. يا سيد الرب أعطينا أن تزيد في حياتنا ونحن ننقص، ونكرس لك الحياة كلها يا سيد الرب، ونشبع منك ونتلذذ بك ما تبقى منا لنا في هذه الحياة. نشكرك يا سيد الرب على هذا الطعام اليوم، واجعله دائما أن نشتر عليه وأن نتلذذ به وأن نشبع منك يا سيد الرب. لإسمك المجيد مجد كرام. آمين. آمين. يا رب أنت ابن الله بالحق والمحبة، موضوح شبع الآب، أصبحت لنا، أصبحت من حقنا أن نتلذذ بك ربنا يسوع المسيح. وأنت عندما نتأمل في صفاتك وسجاياك تشبع قلوبنا تمتلئ. إذا كان إن كان من آدم الأول ونسله لم يأتي من يشبع قلب الله، لكن أتيت أنت آدم الأخير الإنسان الثاني من السماء، مختلف عن كل ما قدمه البشر، فأنت فعلا الأبرع جمال من بين البشر. نعظمك فأنت وحدك اللي شبعت قلب الله الآب عندما نظر من السماء. هل من فاهم؟ هل من طالب الله؟ لا يوجد أحد، الجميع زاغوا وفسدوا معا. لكن نعظمك أتيت أنت لكي تعيش حياة كريمة ومشبعة لقلب الله الآب على الأرض، وتمجده في نهاية رحلتك لتقربنا إليه ويكون لنا شركة معك ومعه. عندما قدمت نفسك لأجلنا على صليب الجلجثة، نعظمك يا رب، كنت الطعام الشهي لقلب الله الآب، لكن على الصليب كان منظرك مفسدا كذا أكثر من الرجل. نعظمك وأنت الكريم في صفاتك وسجاياك، صار من حقنا أن نتمتع بك في هذه البرية ونتلذذ بشخصك. إن كان الأباء في البرية أكل المن وماتوا، فأنت خبز الله الحي النازل من السماء الذي يأكلك لا يموت. نعظمك لأجل هذه الحقائق الواضحة والبينة واللي نورت قلوبنا وعيوننا، فنحن ننتظرك من السماء آتيا مرة أخرى لتأخذنا إليك ونكون معك في بيت الآب، نتلذذ بك ونتمتع بشخصك أكثر فأكثر. لك منا كل المجد. آمين. نعم يا رب الحبيب، نشكرك من كل القلب من أجل العظم اللي تقدم يا رب، الحياة الغالية جدا اللي لا يمكن تقديرها اللي اتقدمت علشان خاطر تجيبنا ليك يا رب، اللي بتظهر محبة قلبك التي تفوق كل عقل، إنك تبذل نفسك لأجلنا، ومش بس كده لكن تدينا كمان إن احنا نكون لنا شركة وعلاقة بيك، ناخد من حياتك ونتلذذ ونشبع بالشركة معاك يا رب. نبارك اسمك لكل الحمد. آمين.